السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نخصوها من أجل الحديث على قطاع الصحة ما بعد البكالوريا. في هذا الفيديو غادي نعطيكم المؤسسات اللي كتوفر لنا تكوين من أجل ولوج قطاع الصحة من بعد البكالوريا. غادي نهضروا كذلك على العنوان ديالهم، المدن اللي كتواجد فيها، كذلك التخصصات ديالها ومدة الدراسة في كل واحدة من هذه التخصصات، أيضا الشروط ديال الولوج، وغنعطيكم فكرة على المعدلات المطلوبة من أجل ولوج هذه المؤسسات. إذا أول مؤسسة نهضروا عليها واللي هي كلية الطب والصيدلة اللي كتواجد في بزاف ديال المدن في المغرب بحال الدار البيضاء، الرباط، مراكش، وجدة، فاس، ومؤخرا في مدينة أكادير. هذه المؤسسات كيوفروا لنا جوج ديال التخصصات. التخصص الأول واللي هو الطب العام، مدة الدراسة فيه كتدوم 7 سنوات وكتسالي بالحصول على شهادة الدكتوراه في الطب العام. التخصص الثاني اللي هو التخصص الصيدلة اللي تفتح مؤخرا في وجه التلاميذ الحاصلين على شهادة البكالوريا، كتدوم فيه الدراسة 6 سنوات وكتسالي بالحصول على شهادة الدكتوراه في الصيدلة. بالنسبة لشروط الولوج، فهذه الكلية هذه كتبغي بكالوريا علمية، يعني بكالوريا علوم حيث الأرض أو علوم فيزيائية أو علوم زراعية أو حتى علوم رياضية ألف، زائد المرور من مرحلة الانتقاء وزائد المرور من مرحلة المباراة، وهنا التلميذ أو الطالب كيولي مقبول لهذه المؤسسة. بالنسبة للمعدلات المطلوبين، فنقدروا نقولوا أن المعدلات انطلاقا من الإحصائيات ديال السنوات الماضية كيبلنا أن المعدلات كتراوح ما بين 14.70 حتى 16.30 على حسب كل عام وعلى حسب كل مدينة. دونك كل مدينة كتطلب معدل كيختلف على مدينة أخرى بالنسبة لكلية الطب والصيدلة. المؤسسة الثانية اللي نهضروا عليها واللي هي كلية طب الأسنان. ألو، بالنسبة لكلية الطب ديال الأسنان كتواجد في كل من مدينتي الرباط والدار البيضاء، فيها 3 ديال التخصصات. التخصص اللي معروف اللي هو تخصص طب الأسنان كتدوم فيه الدراسة 5 سنوات، وبالنسبة للشروط ديالو بكالوريا علمية زائد انتقاء زائد مباراة. بالنسبة للتخصص الثاني واللي هو تخصص لاسيستون دونتير، كتدوم فيه الدراسة 2 سنين وكيسالي بالحصول على دبلوم الجامعي للتكنولوجيا لو دي يو تي. داكوغ، بالنسبه للشروط ديال الولوج فكيبغي بكالوريا علميه زائد انتقاء بدون مباراه. والتخصص الثالث اللي هو لو بروتيسيست دونتير اللي كدوم فيه الدراسه 3 سنوات عفوا، واللي كتسالي بالحصول على شهاده الاجازه المهنيه. كذلك بالنسبه لشروط الولوج فهو كيبغي بكالوريا علميه زائد انتقاء. بالنسبه للمعدلات المطلوبه مثلا في طب الاسنان فهي كتكون مرتفعه على كلية الطب والصيدلة، بحيث أننا كنشوفوا أن المعدل المطلوب كيوصل بعض المرات حتى 17 فاصلة شي حاجة. المؤسسة الثالثة اللي نهضروا عليها واللي هما المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، باختصار كنسموهم ليسبيتس. هاد المعاهد هادو كيتواجدوا في بزاف ديال المدن، تقريبا 23 مدينة، وفيهم بزاف ديال التخصصات، ما يفوق 14 تخصص. هاد المعاهد هادو كدوم فيهم دراسة 3 سنوات كتسالي بالحصول على شهادة الإجازة المهنية في أحد التخصصات اللي اختاريناها. أكيد اللي بغى يكمل من بعد الإجازة فهناك إمكانية ديال الولوج للسلك الماستر المتخصص، ولما لا من بعد حتى الدكتوراه دائما كتبقى متاحه. بالنسبه لشروط الولوج فاكيد بكالوريا علميه زائد انتقاء زائد مباراه. وهنا للاشاره، في هذه المعاهد هناك بعض التخصصات اللي كيتقبلوا فيهم حتى التلاميذ الادبيين اللي عندهم نقاط اللي شويه مرتفعين، يقدروا يخولوهم يجتازوا مرحله الانتقاء والمباراه. هنا كنهضر مثلا على تخصص ديال المساعده الاجتماعيه، دونك كيقبلوا فيه حتى الادبيين. بالنسبه للمعدلات المطلوبه فهي على حسب كل تخصص، كتقدر نقولوا ان المعدل المطلوب كينتمي للمجال 11.5 حتى 16. نعم، على حسب التخصص. كاينين بعض التخصصات ما كيطلبوش واحد النقطه اللي هي عاليه، بحال مثلا التخصص ديال القباله ما كيطلبش واحد المعدل كبير، تقريبا على حسب كل عام كتكون 11.5 12.5. مي كاينين تخصصات وحدين اخرين بحال التخدير والانعاش، بحال المختبر، اللي كيطلبوا معدلات طالعه شويه 15.5 حتى 16. اخر مؤسسه نهضروا عليها في قطاع الصحه واللي هي المعهد العالي لعلوم الصحه اللي كيتواجد بمدينه سطات، مده الدراسه فيه 3 سنوات كتسالي بالحصول على شهاده الاجازه المهنيه سواء في تخصص العلوم التمريضيه او تخصص القباله او تخصص المختبر. بالنسبه لشروط الولوج فاكيد بكالوريا علميه زائد انتقاء زائد مباراه. بالحديث على المعدلات المطلوبه للولوج ديال هذا المعهد، فكنلقاو باللي العلوم التمريضيه تقريبا كتطلب 13.5،
القباله تقريبا كتطلب 12، وبالنسبه للمختبر فالنقطه كتكون مرتفعه اليوم شويه كيطلبوا 15 25. بهذه المؤسسه هذه غادي نكونوا سالينا الحلقه ديال اليوم اللي هضرنا فيها على قطاع الصحه ما بعد البكالوريا. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، ما تبخلوش علينا بالبارتاج وباللايك لا فيديو الا عجبتكم. الا كنتوا اول مره كتشاهدوا قناه فورمات، مرحبا بكم تابوناو معنا في لاشين باش يوصلكم الجديد في كل مره درنا شي حاجه. شكرا على المتابعه.